قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا الأحاديث شديدة شديدة فموصف يعني. المعصوم صلوات الله عليه بينها لنا. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من صار إلى أخيه المؤمن وصل في حاجة أو مسلما، ما عندي حاجة بس يريد يسلم عليه، تعارفات اجتماعية، فحجبه حجبه، لم يزل استمرار في لعنة الله إلى أن تحضره الوفاة. ربما عمره الآن 15 سنة، شاب وصاير رئيس، وعمر الكل ربما يكون 80 سنة. هالمدة هذا في لعنة الله، مو في لعنة الملائكة. ولعنة الله الطارد من الرحمة. فإيش قد أكو أنواع رحمات، هذا في هالمدة الطويلة هي يحكم عليه بأنه يطرد من هذه الرحمة ومن الرحمة الثانية ومن الرحمة 50 ومن الرحمة 1000 ومن الرحمة 1000000. مو شيء هين. يعني الأفضل أنه تسير على الإسلام، ودا نشوف دا نشوف يعني البلاد الإسلامية وبلاد مسلمة حقيقة، والبلاد العلمانية مو بلاد علمانية حقيقة. أما الشيء على شيء تشوف عند العلمانيين أشياء أفضل من الأشياء اللي عند المسلمين. يا أخي القضية جدية في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ شلون أنت تريد تدخل عالم البرزخ ثم عالم القيامة ثم عالم الجحيم؟ من صار إلى أخيه المؤمن في حاجة أو مسلما فحجبه، لم يزل في لعنة الله إلى أن تحضره الوفاة. إهنا يا أخي يعني لا توقف على النص العقلي هنا. حسب ما يستفاد من النص العقلي هنا أنه يروح إلى دار المؤمن، بس ما يصل إلى الباب يقولوا له لا، مو شرط. لا، نخلي قانون تشريفات هم نفس الشيء. أصلا المؤمن المحتاج من داره ما يتحرك، أصلا ما يعرف عنوان دار الشخص الآخر. أكو قوانين تشريفات، هو نفس الشيء، مو شرط إلا يجي إلى داره ويحجر. الحجب على أنواع، فهذا حجب، حجب القانون بالتشريفات. حديث شريف آخر